سؤالك وهو حديث عائشة قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي، قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، فضحكت حتى سقط رأسها في حجره صلى الله عليه وسلم من الضحك، فقال أيسرك دعائي؟ فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك، فقال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. هذا الحديث هو عند البزار وصححه ابن حجر وقال هيثم رجاله رجال الصحيح، وحسن الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة.